يا سادة، احنا النهاردة كنا بنتكلم عن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو هيكون الظلم هو الحجاب اللي بينك وبين ربنا. توبوا الآن، تعالوا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نقول وإحنا قلوبنا مليانة شوق، تبنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود إلى أي معصية تحجب بيننا وبينك يا رب، لأننا نشتاق إليك ونشتاق إلى لقائك ونشتاق إلى محبتك في كل نفس من أنفاسنا. وأنت على ما تقول، يا من تسمع أصواتنا وتسمع قلوبنا وهي مشتاقة إليك، وأنت على ذلك شهيد. يا رب خذ بأيدينا إليك ولا تدعنا إلى أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الحلقة وتجعل أنفاسنا ودقات قلوبنا مشعلة للشوق إليك، حتى يستنير قلبنا بجمال نظرك إلينا. فإنا على يقين أنك تنظر إلينا الآن، فاملأ قلوبنا يا ربنا، يا أهل الحنان ويا أهل الجمال، املأ قلوبنا بالشوق إليك حتى نراك مع كل نبضة من نبضات قلوبنا وكل نفس من أنفاسنا. يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي. يا رب زدنا شوقا إليك، واجعل شوقنا إليك حجابا بيننا وبين معصيتك. يا جميل يا لطيف يا ودود يا رب العالمين.